بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ ابن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. التبرك هو الاعتقاد في الشيء أن به خصيصة، وهذه الخصيصة تجلب نفعا أو تدفع ضرا، وجلب النفع ودفع الضر لا يكون إلا من الله عز وجل. ولذلك كان الإجماع على تحريم التبرك بآثار الموتى وغيرهم. واختلف أهل العلم في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وكثير من أهل العلم على الجواز، ومنهم من منع سدا للذريعة. وآثار النبي صلى الله عليه وسلم كالتبرك بشيء من شعره، النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يترجل ربما يتبقى شيء من الشعر في مشاطته، في المشط الذي يتمشط به، فهذا من آثاره عليه الصلاة والسلام. أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما عرق في قميص فأثر أو أخذ هذا القميص واحتفظ به الناس، أو سيف النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الراجح أنه لا يجوز حتى التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما رأى الناس كادوا أن يعظموا الشجرة التي تحتها تمت بيعة الرضوان، لما وجدهم كذلك أمر عمر رضي الله تعالى عنه بماذا؟ بقلعها. يبقى قلع هذه الشجرة لكي يسد هذه الذريعة. هذه الشجرة اجتمع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم وعدة مئات من الصحابة بايعوه على الموت، وذلك عندما أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أهل مكة ليفاوضهم، فانتهى إلى علم النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل مكة قتلوا عثمان وسيمنعوه من دخول مكة، وعند هذه الشجرة كانت بيعة الرضوان. لما وجد عمر رضي الله تعالى عنه أن الناس يعظمون هذه الشجرة ويتعمدون التظلل تحتها والاجتماع تحتها، وربما أخذوا شيئا من ورقها، أمر بقلع هذه الشجرة حياطة لجناب التوحيد. فإذا كان الاختلاف قد وقع في آثار النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء والشعر والسيف وآثار الأقدام والفراش وغير ذلك، فما بالك بمن تبرك بشجر أو حجر؟ وقول المصنف في الباب: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، هذه الجملة غير تامة. فمن تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، هذه الجملة كلها في محل المبتدأ، والخبر محذوف تقديره مشرك أو يقع في الشرك. فمن تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وقع في الشرك. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات والعزى، اللات
قيل هي مؤنث لفظ الجلالة الله، ذلك أن المشركين لم يعظموا الله عز وجل فجعلوا هذا الصنم هو مؤنث الله كأنه زوج الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقيل اللات من لت السويق، السويق اللي هو الخبز الذي ينقع في الماء أو اللبن أو غير ذلك، الذي نسميه نحن بماذا؟ بالثريد أو الفتة. فلته أي مزقه قطعه هذا رجل من شدة كرمه في مواسم الحج، كان الناس يجتمعون بعشرات الآلاف في مكة فيلت لهم السويق، يقطع لهم هذا الخبز ليطعم الحجيج. فاللات هو ذلك الرجل الذي كان يقوم بذلك، ولهذا في بعض القراءات بتشديد التاء اسم فاعل من لت، يبقى أفرأيتم اللات أي الذي يلت السويق. أفرأيتم اللات والعزى، العزى أيضا صنم كان المشركون يعبدونه من دون الله، واشتقوا العزى من اسم الله عز وجل العزيز، العزيز، فكأن هذا الصنم له عزة وله شرف. ومناة الثالثة الأخرى أيضا صنم ثالث لمشركي العرب يسمى مناة، ومناة اشتقوه من اسم الله المنان، والمنان واسع العطاء والمنن، والمنن جمع منة، والمنة النعمة والعطية، فكأن هذا الصنم هو الذي يسبب لهم العطايا ويجلب لهم الأرزاق، وهذا كله من الشرك والعياذ بالله. فهذه الأسماء للأصنام تدل على معان، تدل على معان، بخلاف الأسماء التي نطلقها أحيانا على بعض الأشياء لا معنى له، ولكن صارت رمزا للمسمى، رمز فقط لمسمى. يعني الكريستال لماذا سمي بالكريستال؟ الله أعلم، هو كده الذي اخترع هذا الجهاز سماه كريستال، ربما اسمه كريستال، ربما كذلك، ولكن كثير من الأسماء لا تعلل، ولذلك بعض الناس قالوا الأسماء لا تعلل، أسماء البلاد والأشخاص وغير ذلك لا تعلل إلا إذا كان المعنى واضحا. أما المشركون فإنهم أطلقوا على أصنامهم أسماء لها معاني، وهذه المعاني معاني شريفة، معاني شريفة، إما من تأنيث الإله في معنى الخضوع والعبادة، أو الكرم من اللات، وإما العزة من العزيز صاحب العزة والسيادة والسؤدد والقوة، وإما المنان اشتقوا منه مناة. أفرأيتم اللات والعزى، هذه الأصنام عندما مكن الله تعالى نبيه من هجرته أو بعد هجرته، ثم بعد ذلك انقلب في عام الفتح ليفتح مكة، فهدم بعض الأصنام في مكة، ثم هدم بقية الأصنام في أطراف بلاد العرب، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأصنام العرب جميعا هلكة قد حطمت تحطيمة. فهذه الأصنام التي حطمت لو كانت بالفعل آلهة تجلب نفعا أو تدفع ضرا لجلبت لنفسها نفعا أو دفعت عن نفسها ضرا. أفرأيتم هذه الأصنام التي تكسرت وتهدمت وأذل الله تعالى عابديها من دون الله، فإذا رأيتموها ورأيتم ما حل بها علمتم أنها لا تنفع أن تكون آلهة، لا تنفع أن تكون آلهة.
أحد الصحابة في المدينة كان يعبد صنمه في بيته، يعبد صنمه في بيته، أولاده أوقع الله تعالى في قلوبهم الإيمان، حدثوه عن التوحيد فلم يقبل. فما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم جروا ذلك الصنم إلى مزبلة وربطوه وأوقعوه على وجهه وربطوه في رجل كلب ميت نتن. فلما رجع الرجل إلى بيته أخذ يبحث عن إله: يا إلهي أين أنت يا إله؟ سبحان الله، أين أنت يا إله؟ يبحث عن إله تحت السرير وتحت جزامة الجزم عزكم الله، وهنا وهناك ولم يجد إلهه. انظر، ولم يجد إلهه، فخرج من البيت وأخذ يبحث عن إلهه حتى وجده مرميا على وجهه في مزبلة. مزبلة، عارفين المزبلة اللي بحط فيها الزبالة بتاعت البيوت؟ في مزبلة وعلى وجهه وقد ربط في رجل كلب ميت نتن أو عفن. وعند ذلك أيقن أنه لا يصح أن يكون إلها، فهذا دليل عملي. فالله تعالى أراد أن يقيم التوحيد في قلوب عباده ويبين لهم أنه لا إله إلا الله، وهذه المعبودات الباطلة التي كانت تروع الناس وتخوفهم من دون الله وهي موجودة في بلاد العرب قد حطمت وأزيلت ولم تستطع أن تدفع عن نفسها هذا الضر. عن أبي واقد الليثي وهو الحارث بن عوف رضي الله تعالى عنه، مات وله 85 سنة، مات سنة 68. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وهو من مسلمة الفتح قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين هذا واد في طريق الراكب إلى بني سعد، قبائل بني سعد وهوازن اجتمعت وتريد مناجزة النبي عليه الصلاة والسلام، والمناجزة أي المحاربة. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم جمعوا له يريدون قتاله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتجهزوا، فخرج المسلمون في 12,000، 10,000 قوة الجيش الذي دخل مكة، و2,000 من مسلمة الفتح، يبقى 2,000 من الذين أسلموا بعد فتح مكة، وهؤلاء يسمون بماذا؟ بمسلمة الفتح، أي الذين أسلموا بعد فتح مكة. 10,000 أتى بهم النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة،
12,000. بعض المسلمين عندما رأوا هذه القوة الكاثرة في جيشهم غلبهم العجب وقالوا لن نغلب اليوم من كثرة، لن نغلب اليوم من قلة، فهذا جيش كبير. فأنزل الله تعالى قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، إلى آخر الآيات. وحنين واد مائل منحدر بشدة، يعني مش يعني ليس مستويا ولكنه منحدر، يعني الذي يدخل فيه يدخل من فوق، وكل ما يمشي يمشي ينزل ينزل ينزل. ورماة هوازن وثقيف ومن حالفهم كمنوا للمسلمين على قمم الجبل بين جنبتي الوادي، فلما انتصف المسلمون من الوادي أمطروهم بالنبل، أمطروهم بالنبل، فوقع ما كان، وكادت تكون الهزيمة الساحقة لولا أن ثبت الله تعالى نبيه ورهطا معه، وكانت الجولة بعد ذلك لعباد الله الصالحين. ففي هذه المعركة بيقول أبو واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، الغزوة دي، ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذا دليل على أن هذا الخبر كان بعد إسلامهم مباشرة، وهذا دليل على أن الإيمان يتغلغل في قلوب العبد شيئا بعد شيء، يعني الإيمان شيئا بعد شيء. ولذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: بدأ الإيمان ناقصا، بدأ الإيمان ماذا؟ ناقصا. يعني الإنسان في بداية الالتزام لا يطبق كل شيء، وكذلك إنسان في بداية الإسلام لا يطبق كل شيء، وإنما يطبق شيئا بعد شيء. هؤلاء الناس دخلوا دين الله عز وجل، وربما تعلموا الصلاة وتعلموا بعض الأحكام، ولكن لم يتعلموا كل شيء، لم يتعلموا كل شيء. هذه المعاني كلها في قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. طب ولماذا لم يقل: ونحن حدثاء عهد بإسلام؟ ليه؟ لماذا؟ لأن الآتي يدل على أنهم وقعوا في شعبة من شعب الكفر، فيريد أن يعتذر عما سيأتي، يريد أن يعتذر عما سيأتي. يبقى الذي سيأتي هذا سببه أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، يعني قعدوا على سنن الكفر مثلا 40 سنة، ولسه أسلموا منذ كام؟ 18 أو 20 أو 28 يوم، لسه أسلموا منذ أيام، لكن مكثوا سنين عدد على ماذا؟ على الكفر. فهذا اعتذار عما سيكون بعد ذلك من كلام. ولذلك اسمع بقية الخبر: وللمشركين سدرة يعكفون عنده. السدرة أي الشجرة، السدرة الشجرة، والعكوف أي يقيمون ويلتزمون هذا المكان الذي عنده. ويموطون بها أسلحتهم، ويموطون، الإناطة بمعنى التعليق، ونياط القلب أي الحبال التي تعلق بالقلب، وناط الشيء بالشيء أي علقه به. فينوطون بها أسلحتهم أي بيعلقوا عليها الأسلحة بتاعتهم، ويعلقون عليها أسلحتهم تعظيما وتبركا. يبقى المشركين سدرة يقال لها ذات أنواط، يعكفون عندها ويعلقون أو ينوطون بها أسلحتهم. ليه؟ لماذا؟ لأنهم يعتقدون تعظيمها
ويتبركون بها. ولذلك في هناك رواية عند ابن أبي حاتم والطبراني بلفظ وكانت تعبد من دون الله، وكانت تعبد من دون الله. إذن السدرة دي عارفينها من أيام الجاهلية، يعرفونها من أيام الجاهلية، وكانوا يعتقدون أنها معظمة، وكان الناس يطوفون حولها ويقيمون عندها ويعلقون بها أسلحتهم تعظيما وتبركا. يقول أبو واقد الليثي عليه رحمة الله: فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني يا رسول الله اجعل لنا أنت، إذا كان الكهنة قديما هم الذين جعلوا لنا هذه الشجرة وزينوا لنا تعظيمها وأوهمونا ببركتها حتى اعتقدنا ذلك وتقربنا بذلك إلى الله، فظن الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر أنه يمكن أن يكون لهم شجرة يتبركون بها ويعظمونها ويعلقون عليها أسلحتهم بإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو لسه الإنسان أحيانا يأتي ببعض الأمور يعتقد أنها صحيحة وليست بصحيحة. يعني معاذ بن جبل عندما دخل بلاد الشام ووجد الناس يسجدون لعظمائه، يعني الواحد يدخل كده عند أي واحد عظيم جري يقوم ساجد وحاطط وشه في الأرض زي ما نشوف بعض التمثيليات كده، مثلا تجد الرجل يخش عند الملك ولا البتاع يقوم حاطط وشه في الأرض، راكع وحاطط وشه في الأرض. فلما دخل معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الذي رآه في بلاد الشام، ظن أن هذا هو صواب. ليه؟ إذا كان الروم يفعلون ذلك مع عظمائهم فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى أن يسجد له، مش كده؟ يعني هو اللي أحسن، عظماء الروم ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول الأحسن النبي عليه الصلاة والسلام. طب إذا كانوا هم يسجدون لعظمائهم والنبي أحسن منهم، يبقى من الأحق أن يسجد له؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما دخل جري ساجد وحاطط وشه في الأرض، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. يبقى يمكن الإنسان أن يأتي بأفعال لا تتصور، إما جهلا وإما تأولا. جهلا كما فعل من هؤلاء الناس من الصحابة مسلمة الفتح، وإما تأولا كما فعل من معاذ رضي الله تعالى عنه. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. اجعل، إذا من الذي سيجعل؟ الفاعل مستتر تقديره أنت، اجعل لنا أنت يا رسول الله. إذا تعظيم الشجرة والتبرك بالشجرة المرة دي لن يكون بإذن الكهان وإنما بإذن مين؟ بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، إيه اللي حصل؟ قال الصحابي: فقال، الفاء تدل على ماذا؟ على السرعة والتعقيم، مفيش مهلة، أول ما آد الجملة دي مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. طبعا قالها على جهة الإنكار، وفي رواية سبحان الله، يعني قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتعجب من شيء
أو اشتد نكيره في شيء كان يكبر أو يسبح. يبقى الله أكبر دلالة على ماذا؟ على التعجب والإنكار، دلالة على التعجب والإنكار. ويدل على هذا المعنى قوله بعد هذه الجملة إنها السنن. السنن جمع سنة، وسنة الطريقة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالسنة الطريقة، إنها السنن أي الطرق، ولم يقل إنها السنة ولكن إنها السنن أي الطرق. ليه؟ لأن من دخل في سنة أردفته إلى سنة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. سنن الضلالة يا إخوتي يؤدي بعضها إلى بعض ويرشد بعضها لبعض، دي سنن الضلالة. يبقى لو إن هناك إنسان عافاكم الله، عافاكم الله، صاحب أصحاب السوء، مصاحبة السوء سنة ضلالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبقى الذي لا يصاحب مؤمنا واقع في سنة الضلالة، تودي له سنة تانية إن هم يروح السيم، وسنة تالت يتعرف على بنت، وسنة رابعة ممكن يشربوا مخدرات، وسنة خمسة يسرق، وسنة ستة ممكن يقتل. الله، إذن سنن الضلالة يؤدي بعضها إلى بعض، يؤدي بعضها إلى بعض. ومن هنا فإن أي مخالفة شرعية يجب أن تقابل بالنكران من أول درجة. يعني أول ما تجد المخالفة ما تقولش بس نصبر شوية وما تعجلش، انكر من أول مرة، لأن هذه المخالفة ستؤدي إلى مخالفة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وهكذا. لكن عندما تقتلع المخالفة من أول مرة اللي يحصل، يبقى خلاص قطعنا حبائل الشيطان، هذه الحبائل التي يمكن أن يتعلق بها الشيطان قطعناه. ده اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في نمرة واحد، أنه أنكر، قال الله أكبر أو قال سبحان الله، ولك أن تتصور كيف قالها عليه الصلاة والسلام، لم يقل سبحان الله الله أكبر، لا، قالها بغضب. غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأن شايف إن دي مخالفة شرعية ودي مسألة شرك، شرك وتوحيد. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتعجب من حالهم. الكلام ده كله صيغة في قوله الله أكبر، ثم أردف بقوله إنها السنن، ثم أردف بعد ذلك بقوله قلتم والذي نفسي بيده، اليمين والحلف. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستحلف أحد ليحلف. يبقى طالما حلف من غير استحلاف إذن هذا أمر عظيم جلل، مسألة عظيمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منتهى في الغضب ولشدة الإنكار، الله أكبر، اثنين إنها السنن، وبعدين والذي نفسي بيده، انظر قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. يبقى المخالفة هنا سببها التأويل ولا الجهل؟ الجهل بنص القرآن، سببها الجهل. لتركبن سنن من كان قبلكم، والسنن والسنن كلاهما بمعنى لتركبن، لتركبن، وهذا اللفظ دلالة على ماذا؟ على الاجتهاد في المتابعة لدرجة التمكن والإتقان، لدرجة التمكن والإتقان، لدرجة التمكن والإتقان. يعني هنمشي زي اليهود والنصارى
والحاجات اللي ناخدها منهم سنتقنها إتقانا كبيرا ونمارسها ممارسة عجيبة لدرجة أننا سنستعلي عليها. لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا الحديث كما قلت رواه الإمام أحمد والترمذي والطبراني في الكبير. هناك بعض الفوائد في هذا الباب، أقول بعض هذه الفوائد ثم نصلي، وبعد الصلاة إن شاء الله يكون لنا مجلس آخر. فيه مسائل، أي هذا الباب فيه مسائل، منها كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبهم. إذن الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر عندما طلبوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام ظنوا أنهم يتقربون إلى الله عز وجل، التي بعد ذلك أنهم إذا جهلوا هذا، الصحابة دول إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب لسان عربي فصيح مستقيم، فكونهم فهموا هذا فجهلوا الحق ولم يبصروه وقالوا مثل ما قالوا، فغيرهم أولى بالجهل منهم. التي بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر، انتبه يرحمكم الله، لم يعذرهم الأمر بل رد عليهم. كلمة بل دي للاستدراك والإضراب، لأن بعض الناس يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم ويأتون بهذا النص للدلالة على عدم العذر بالجهل. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذرهم، ومعنى عدم العذر إيقاع النكارة، معنى عدم العذر إيقاع النكارة، مش عدم العذر وجود التكفير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكفرهم وإنما أنكر عليهم، فكانت نكارته باللفظ والتوجيه دلالة على ماذا؟ على غضبه عليه الصلاة والسلام. يدل على هذا المعنى القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر بل رد عليهم بقوله الله أكبر، إنها السنن لتتبعن من كان قبلكم، سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. واضح؟ فغلظ. يبقى عدم العذر معناه إيه؟ أنه غلظ لهم ليه القول. قوله بعد ذلك، قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، أن غيرهم لا يجهل ذلك. غيرهم من مين؟ من الصحابة. الفائدة التي بعد ذلك، التكبير عند التعجب، التكبير عند التعجب. يعني لو إن هناك إنسان مثلا أتى بأمر طيب مليح جاز لك من شدة تعجبك أن تكبر. الفائدة التي بعد ذلك، سد الذرائع، يعني كل ما كان سببا لفساد فإننا نسده أولا بأول، أولا بأول. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، هذا باب واسع، لأن التشبه بأهل الجاهلية لا يؤدي إلا إلى الذل الوخيم. الغضب عند التعليم، وهذا ليس مطلقا، ليس هذا مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه غضب في مواقف ولم يغضب في مواقف، فدل على أن الغضب ليس صفة ثابتة عند التعليم، ولكن الغضب متنوع بتنوع الأحوال، فيمكن الإنسان أن يغضب في موقف وألا يغضب في موقف آخر. النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه معاذ
ابن جبل غضب حتى احمر وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه الصحابة عدم الجدال غضب، كأنما تفقأ حب الرمان في وجهه عليه الصلاة والسلام، بينما النبي عليه الصلاة والسلام لم يغضب في حديث معاوية ابن الحكم السلمي الذي قال فيه: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط، فلم يغضب. فدل ذلك على أن الغضب ليست صفة يعني لازمة في التعليم، ولكنها صفة متنوعة أو باعتبار الأحوال. القاعدة الكلية لقوله إنها السنن كما قلت، إنها السنن، فاحذر من سنن أهل الضلالة. ما بعد ذلك أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، التي بعد ذلك أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا أمر موجود، لو إن إنسان نقع في الاعتزال ثم تاب من الاعتزال ممكن تجد لسه بقايا الاعتزال موجودة عنده. يعني أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله تتلمذ على أساطين المعتزلة، وزوج أمه كان منهم، حتى تفنن في الاعتزال وكان إمام المعتزلة في عصره، ثم شرح الله تعالى صدره للحق وتسنن واتبع مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، وخرج على المنبر وقال الناس: ألا تعلموني من أنا؟ أنت أبو موسى الأشعري. قال: فإني خالع ما أنا فيه كما أخلأ عباءتي تلك. والقصة ذكرها ابن عساكر في رد المفتري. طيب، لو أنت نظرت في تراث أبي الحسن الأشعري ستجد أن بعض المسائل العقائدية عند الأشعري تأثر فيها بمذهب من؟ بمذهب المعتزلة. فهذا قوله أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه. ولذلك احنا ننكر على إخواننا من الديمقراطيين سمحهم الله وهداهم، ننكر عليهم وننتقدهم ونرجو لهم الهداية. ليه؟ حتى لا يعتادوا هذا الأمر، يعني حتى لو دخل في الأحزاب والقصص الفاسدة تلك يعرف أن المسألة دي غلط، وأن في هناك ناس بيخطئوه، وهناك يضللون هذا السعي، وناس يجرمون هذا الفعل، فيفضل دايما مش مستريح. احنا عاوزين دي، نريد تلك، دايما يبقى الآن خايف، حاسس ان في غلط، حاسس مسألة مش مظبطة صح، الى ان يهديه الله تعالى. هذا مطلوب اساس، لاننا لو تركنا النكارة على هؤلاء القوم وتركناهم وهذا الفساد العريض باسم الدين وباسم الدعوة السلفية، ما الذي سيجر؟ هذا الباطل سيكون بعد ذلك ماذا؟ حقا وعادة. هي أصل عبادة الأصنام جت إزاي؟ واحد زي اللاتة، هذا رجل كان بيعمل الخير للناس، يطعم الطعام ويسقي الماء وينقذ المقطوع ويغيث الملهوف، هذا الرجل وأمثاله كثير. اللي حصل لما ماتوا كما قال عبد الله بن عباس: أتى الشيطان إلى أحفاده قال لهم: آباءكم ماتوا، طب ما تصوروا لهم صور علشان تفتكروهم، كل ما تشوف صورة أبوك أو جدك تجتهد وتقول أنا هعمل زي ما كان بيعمل أبويا وجدي، مش كده؟ يبقى ذكر، صورهم ذكرى. المسألة دخلت في دماغ الأبناء
وبالفعل صوروا تصاوير للآباء والأجداد، سبوهم جيلين ثلاثة أربعة عدة أجيال، فلما تركوا هذا الأمر عدة أجيال إيه اللي حصل؟ أتى الشيطان للأجيال البعيدة بعد عدة أجيال وقال لهم: ألم تعلموا أن آباءكم كانوا يستمطرون بهم السماء فتمطر، ويستنبتون بهم الأرض فتنبت، فعبدوه من دون الله. فعبادة الأصنام لم تأتي مرة واحدة، وإنما أتت على ماذا؟ على مراحل، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. الفساد يا إخواني لا يأتي مرة واحدة كالبحر، كالبحر الهائج، ولكنه يأتي شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء. زي بالضبط زي ردم يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج. نحن الآن في هذا المسجد المبارك ونسمع ما نسمع، وهناك ملايين من خلق الله يسمون يأجوج ومأجوج يحفرون في ذلك السد الذي بناه ذو القرنين. أين هذا السد؟ الله أعلم. وكيف ينقبون هذا السد؟ وبأي آلة وبأي أدوات؟ الله أعلم. إياك أن تقول كما يقول بعض الخرافيين إن هذا السد هو سور الصين العظيم، هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد. هذا سد لا يعلو مكانه إلا الله. ما تقولش زي بعض الناس إن دي موجود، البوابة بتاعته موجودة في مثلث برمودا، البوابة بتاعة السد موجودة في مثلث برمودا، والمثلث برمودا ده هناك في المحيط الهندي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بحر المشرق، والمحيط الهندي في بحر المشرق. ويدل على ذلك إن أي غواصة طيارة مدمرة أي حاجة تقترب من مثلث برمودا بينقطع الإرسال وتختفي في ظروف غامضة. يبقى إيه اللي حصل؟ يبقى طيارة ماشية في أمان الله فجأة تسقط من على برج المراقبة، حامل الطائرات بلد متحرك تقترب من مثلث برمودا فجأة تنتهي، راحت فين ما يعرفوش. يبقى دي البوابة بتاعت هذا كلام فاسد. نحن لا نعلم شيئا من ذلك، علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فيأجوج ومأجوج هؤلاء خلق من خلق الله، لا يعلم من هم إلا الله، ولا نتكلم عنهم إلا بإذن من الله ورسوله. وقد قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أخبارهم، ومن جملة ما قص قام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا ذات ليلة وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت له زوجه: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بيدي حلقة. يبقى هم بقالهم سنين، قرون، عشرات القرون، مئات القرون، آلاف القرون، الله أعلم، قاعدين ينقرهم فيه لغاية لما فتح قد إيه؟ قد الحلقة دي. يبقى ده شر ولا مش شر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل العرب من شر قد اقترب. إذا فتح يأجوج ومأجوج لهذا السد شر ولا مش شر؟ شر. بس هيتفتح مرة واحدة ولا بالتدريج؟ بالتدريج، وعلى مر الايه؟ على مر السنين. هذا يدلك على ان وقوع الشر ليس مرة واحدة، وانما بماذا؟ بالتدريج، بالتدريج. بالضبط زي الرجل المحصل الحرامي، الاول بيسرق الارباع، يجمع في الشهر 500 جنيه الارباع، بعد كده المسائل مشت معاه خلاها انصاص، بعد كده مشت معاه يخليها ايه؟ جنيها، بعد كده مشت معاه يسرق الخزنه باللي فيها، اشتلها كلها هيلة بيل. يبقى المسألة بتيجي ايه؟ بالتدريج، واحدة واحدة. فكذلك أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن
أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. ولذلك من كان متلبسا بشر وأراد أن يتوب لابد أن يفعل ضد هذا الشر، يشوف كان بيعمل إيه ويبدأ يعمل ضد هذا الشر. إذا كان مقتنعا مثلا بأن الإرجاء بدعة وضلالة فلابد بعد ذلك أن يدعو إلى السنة في وسط المرجئة وهكذا حتى يكون ذلك دليلا على التوبة. الفائدة الأخيرة وبها ختام المجلس وأرجو أن تكتبوها عندكم: العبرة في الأحكام، العبرة في الأحكام المعاني لا الأسماء، العبرة في الأحكام المعاني لا الأسماء، فإن الأسماء تتغير، فإن الأسماء تتغير. إياك أن تربط الحكم بالاسم، فهذا جمود عجيب، ومنهج أهل السنة أنهم يربطون الحكم بالمعنى. ربط الحكم بالاسم يدل على الجمود الشديد. أضرب لكم مثالا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الدائم الذي لا يجري. لو في هناك بركة مية هل يجوز لك أن تتبول فيها؟ لا يجوز. ليه؟ لأن صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طب لو إن هناك إنسان تبول في إناء، تبول في إناء وبعد ما تبول في الإناء وضع هذا البول في هذا الماء، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ إن كنت جامدا وجعلت الحكم مبنيا على الاسم أجزت ذلك، وإذا لم تكن جامدا وربطت الحكم بالمعنى لم تجد ذلك. فاهمين يا إخوان المثال ده؟ بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال إنكم قوم تجهلون. يبقى وجدوا قوما يعكفون على أصنام له، يعكفون على أصنام له، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الصحابة الذين هم مسلمة الفتح قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما هي شبيهة به؟ لأن في بتوع بني إسرائيل اجعل لنا آلهة نعظمها ونتبرك بها ونجلها ونعتقدها، وكذلك مسلمة الفتح طلبوا شجرة يعظمونها ويجلونها ويتبركون بها. يبقى المعنى متشابه ولا مش متشابه؟ المعنى متشابه مع إن الأسماء مختلفة. دول أصنام ودي أشجار، إذن الأسماء مختلفة لكن المعاني متشابهة، فإذا تشابهت المعاني اتفقت الأحكام، إذا تشابهت المعاني اتفقت الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر، وربنا عز وجل في قرآنه نهى عن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالخمر حرام، هل نقول إن الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتجيبوه ويصروها بالمعاصر اليدوية ويخمروها الأيام في الحر الشديد إلى أن تعتق، وبعدين يحطوها في أوان من الخشب أو أوان من الشعر ليزداد تعتيقها ثم يشربونها؟ أما اليومين دول مش عندنا اسمها خمر، اسمها إيه؟ ويسكي. اسمها ويسكي، فطالما مش اسمها خمر يبقى ما ينطبقش عليها ايه حكم الخمر. ينفع الكلام ده؟
ما ينفعش. ننظر إلى المعاني. الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سميت خمر ليه؟ لأنها كانت تخمر العقل. تخمر العقل يعني إيه؟ تؤثر في العقل. ولذلك كان بعض العرب بيسموها مشعشعة. مشعشعة يعني بتشعشع الدماغ، يعني لما الرجل يشرب الخمر تشعشع الدماغ، فسموها مشعشعة لا حصة فيها، نقية معتقة مشعشعة، دماغه تشعشع. ده العرب القدام. ما هو كذلك المهببين اليومين دول نفس الشيء، سموها ويسكي، سموها أي اسم تاني، فطالما المعنى موجود اللي هو التأثير في العقل أيا كان صورة التأثير، يبقى اسم الخمر إيه؟ موجود. يبقى دائما العبرة ليست في الأسامي وإنما هي في الحقائق والمعاني. ده خلاصة الفائدة، العبرة ليست في الأسامي وإنما في الحقائق والمعاني. يقول لك إحنا الشغل بتاعنا ده مش هي الديمقراطية الفرنجية، أمال ده شورى إسلامية. سميها زي ما تسميها، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أن الرجل كالمرأة والكافر زي المسلم والحكم للشعب. طب المسائل دي عند أهلها بتسمى ماذا؟ بتسمى آلات الديمقراطية. تسميها أنت أي حاجة، إن شاء الله تسميها أولآس. سميتها إن شاء الله أولآس. نحن لا نمارس الديمقراطية وإنما نأكل القلقاس. لن أختلف معك في الاسم، ولكن الحقيقة ما هي؟ فليست العبرة في الأسامي وإنما العبرة في الحقائق والمعاني. أكتفي بذلك، وإن شاء الله نصلي العشاء ولنا مجلس خفيف بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.